السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني بداية أن أرحب بضيوف الكرام الأستاذ سلطان البازعي رئيس جمعية الثقافة والفنون، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ومعنا أيضا الأستاذة بسمة السيوفي الكاتبة في جريدة الاقتصادية، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا وسهلا. معنا أيضا الأستاذ عبد الله ناصر عتيبي وهو الكاتب في جريدة الحياة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أخيراً الدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب في جريدة الجزيرة، مساك الله بخير. إلى موضوعنا الأول. في ذكرى عزيزة على قلوب السعوديين، يحتفل الوطن اليوم بالذكرى 9 لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكاً على البلاد. وإذا كانت هذه الذكرى تعد مناسبة سنوية، فالملك عبد الله يتوج كل عام ملكا للقلوب. فمسيرة الأب القائد متوجة بأعمال الخير داخل البلاد وخارجها، بإسهاماته اللافتة ثقافية كانت أم فكرية وإنسانية وعلمية. روتانا وهي تهنئ بحلول هذه المناسبة الكريمة تشارك أبناء الوطن فرحتهم وتجدد معهم مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها من كل شر. حقيقة أننا في كل هذا الوطن أبناء هذا الوطن نتشارك في هذه المناسبة السعيدة كل عام، والواقع أنها تسع سنبلات خضر يعني جادت على الوطن بالنماء مصحوبا أيضا بالاستقرار. ما الذي يمكن أن تضيفه أو تقوله في هذه المناسبة السعيدة أستاذ سلطان؟ يعني أولا كمواطن وكأبن لهذه البلاد، أنا أعتقد أن الواجب علي أشارك المواطنين بالدعاء أن يطيل الله في عمر الملك، يمتعه بالصحة والعافية. الملك عبد الله رجل قريب من القلوب باهتمامه الواضح والعفوي والصادق بالإنسان السعودي. أعتقد أن عهده تميز إذا كنا نريد أن نعطيه عنوانا بالاهتمام بالإنسان ونمائه، والرجل الذي تحدث لأول مرة عن تكوين مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وضع استثمارات كبيرة في مشروعه لتطوير التعليم وبناء الإنسان. وبناء الإنسان أكيد صحيح. تطوير التعليم معنى أنه نتوقع أجيال جديدة قادرة على إنتاج اقتصاد المعرفة صحيح. وهو الذي تحتاجه هذا البلاد بالانتقال من الثروات الطبيعية الناضبة إلى الثروات المستمرة اللي هي تعتمد على الرأسمال الحقيقي اللي هو إنسان هذا البلاد. أنا أعتقد هذا العنوان الرئيسي الذي يجب أن نتذكره لهذا القائد. ممتاز. أستاذ بسمة، إذا كان طبعا زي ما قال الأستاذ سلطان أن الملك عبد الله وهذه حقيقة اهتم ببناء الإنسان، فإنه من باب أولى اهتم ببناء المرأة إذا جلس التعبير وأعطاها حقوقها. ما هو تعليقك في هذا؟ طبعا نبارك لأنفسنا 9 سنوات خضر كما ذكرت. تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد حكم المملكة العربية السعودية. إذا كنا سنسلط الضوء على أكثر ما نعتبره قيمة مضافة في صالح المرأة السعودية، أصبح في هذه السنوات لها إنجازات يشهد بها العالم وليس فقط المملكة، وأصبح لها حضور وقيمة أكثر في كافة المجالات صحيح. وهي تحسب لخادم الحرمين الشريفين. أيضا الموازنة في عصر نحن الآن نجد نفسنا في خضم هذه المشاكل التي تدور حولنا، ونجد القيادة الرشيدة والحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تقود السفينة إلى بر الأمان. تقود هذه السفينة الحمد لله، والشعب كله مؤازر ومساند لفكر وتوجه خادم الحرمين الشريفين. أستاذ عبد الله، أنت كاتب سياسي معروف، كيف توجز لنا سياسة المملكة الداخلية والخارجية في عهد خادم الحرمين الشريفين؟ في المسألة الداخلية أنا أعتقد إذا جاز للتعبير أنا ممكن أقول أن الملك عبد الله هو المؤسس الثاني للدولة السعودية، الدولة السعودية الثالثة بعد الملك عبد العزيز. خلال 9 سنوات الماضية تغير الكثير من الأشياء، أدخل المواطن إلى المشاركة الشعبية بشكل يتناسب مع طبيعة المملكة العربية السعودية،
أنا أسس وأعيد تأسيس الكثير من الأشياء التي كان لها دورا في أن تدخل المملكة الألفية الجديدة. والحقيقة ما زال أملنا في الملك عبد الله كبيرا في هذه المسألة هذه، يعني مسألة الإصلاح نعتقد أنها تسير الآن بشكل جيد، لكن أيضا المواطنون يتمنون دائما من الملك عبد الله التسريع في هذه المسألة. مسألة أخرى على من مسألة السياسة الخارجية، تعودوا المواطنين السعوديين دائما على أن المملكة تعمل دائما في الخفاء وتعمل دائما، يعني في فترات كنا نحارب في نيكاراغوا، في مرات كنا ندعم كوريا الجنوبية على حساب كوريا الشمالية تحت السطح. الملك عبد الله في العشر سنوات الأخيرة أو تسع سنوات الأخيرة أو حتى في الفترة الأربع سنوات الأخيرة من عهد الملك فهد، أنا أعتقد أنه أسس للسياسة الخارجية السعودية بشكل واضح، وكان من نتائج الحقيقة المبادرة العربية في بيروت سنة 2002. صحيح صحيح صحيح. دكتور محمد، أيضا بصفتك طبعا أستاذ في الجامعة، وحدثنا إلى حد ما عن الجامعات والتوسع فيها والتوسع في الابتعاث. أولا نحن ننتهز هذه الفرصة لندعو للخادم الحرمين الشريفين بالصحة وطول العمر، وهناك لا شك أن هذه الذكرى يجب أن تكون فرصة لنا للتوحد والاصطفاف ونبذل الخلافات وأن نكون عند حسن ظن القيادة. لا شك أن هناك منجزات وانجزت على كل المستويات التعليم وكذا، ولكن أنا في رأيي أنه يجب أن نراجع، نأخذ هذه الفرصة حتى نراجع أنفسنا، يعني ليس كل ما قمنا به لا شك أن هناك أخطاء. صحيح. فإحنا لابد أن نراجع ونحاول أن نكون عند حسن الظن ونكون تكون السنة القادمة التي بايعنا عليها تكون أفضل من سابقتها. يعني صحيح، لا شك أنه هناك عدد كبير من الجامعات، لا شك أن البناء مستمر ويتطلب جهد ويتطلب متابعة، وخادم الحرمين الشريفين من أهم المتابعين لشؤون التعليم، سواء كان التعليم الجامعي داخل المملكة أو التعليم الجامعي في البعثات. هناك عدد كبير من المبتعثين لا شك، وحتى في رقم غير مسبوق. الجامعات الآن تتلهف تترقب عودة هؤلاء المبتعثين، لأنه لا شك فيه نقص في بعض الكوادر الآن على كافة المستويات التعليمية، والجامعات تنتظر عودتهم. يعني الحمد لله، أنا نسأل الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن نماءه واستقراره. إلى موضوعنا التالي. لم يكتفي فيروس كورونا بحصد الأرواح بالسعودية، بل امتد ليشمل المناصب أيضا، إذ تسبب أخيرا في إعفاء وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة من منصبه، وتكليف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الذي استهل تكليفه بزيارة لعدد من المستشفيات والمرضى يرافقه فريق من وزارته لا من الصحة. فقيه انتقد البنية التحتية الإلكترونية لوزارة الصحة، كما قام بتعيين مستشار مستقل لمحاصرة الفيروس الذي لا زال يبث الرعب في نفوس المواطن والمقيم. أستاذ عبد الله، هل كان الوزير الربيعة ضحية لكورونا؟ طبعا، يعني هذه ليس هناك أدنى شك في هذه المسألة. هذه يعني الوزير الدكتور عبد الربيعة شنت عليه حملة شعبية كبيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الصحف أيضا، من خلال البرامج التلفزيونية، نتيجة ربما تقصير للوزارة في معالجة فيروس كورونا، أو على الأقل عدم ما كانت أتكلم عن الموضوع هذا قبل أسبوعين، أنه ما كان في بيانات متلاحقة. صحيح. ما كان في برامج تلفزيونية تخصصها الوزارة، موقع الإلكتروني تبع الوزارة ما كان أيضا لم يكن يعطي رسائل في هذا الجانب، بحيث يذهب المواطن للموقع كل ما احتاج معلومة عن كورونا. أنا أعتقد أن عبد الله الربيعة ذهب لضحية هذه. أنا أريد فقط أن أعلق على وجود الدكتور عادل فقيه في وزارة الصحة. ربما لا نلاحظ أو لا يمكن أن نلاحظ جهود فقيه خلال السنة الأولى مثلاً. فبالتالي فيروس كورونا أعتقد أنه خارج اللعبة، يعني الأمر يحتاج إلى سنوات. أنا ما أريد فقط من الدكتور من المهندس عادل فقيه ألا ينهج نفس نهجه في وزارة العمل، بحيث يسعود وزارة الصحة. أنا أعتقد من أكبر كوارث وزارة الصحة في العشر سنوات الأخيرة أو الخمسة عشر سنة الصحة ولا العمل؟ الصحة هي سعودت وظائف التمريض.
سعودت وضع. ليش؟ لأن السعوديين بشكل عام يعني يتعاملون مع هذه المهنة بشكل يعني مجاني الحقيقة يعني. لكن قبل 20 سنة أو 25 سنة عندما كانت هناك جنسيات تعمل في المملكة في هذه المهنة مثل البريطانيين أو جنوب أفريقيين أو حتى فلبينيين كان عندهم فهم معين لهذه المهنة. الآن عندما زاد عدد السعوديين الغير مدربين الغير معمول لهم اختبارات عطاء، يفترض عندما أقدم على هذه المهنة يعمل لي اختبار عطاء، هل أنا قادر على هذه المهنة أو لا؟ أتمنى لا يستعجل في هذه المسألة. يظل على حال هذه وجهة نظر، لكن مما أعلمه أيضا أو وجهة نظري أنا الأخرى أن الاستقرار في مهنة التمريض مهم، لأنه تشهد كثير من الحالات نقص في الأداء، لأنه يأتي ناس وافدين ثم بعد حين يذهبون بعد أن تدربوا ويأتي غيرهم ويتدربون من جديد. على حال دكتور محمد، ما الذي يمكن أو تنتظره من الدكتور عادل فقيه؟ أنا لي رأي ربما يخالف رأي زميلي هنا فيما يتعلق بوزارة الصحة. أي وزارة الصحة قال عنها الأم الملك فهد عندما كان ولي العهد، هذه الوزارة اللي تعبنا فيها مهما ضخينا فيها من أموال ضاعت. صحيح. وقال عنها الدكتور غازي القصيبي رحمه الله بأنها سببت لها الكآبة ونصحوه بمغادرتها حفاظا على صحته. هذه الوزارة تحتاج إلى تغيير، وليس تغيير الوزراء. الوزارة في بنيتها الموجودة الحالية وعموما قطاع الصحة في جميع أنحاء العالم قطاع معقد وقطاع لا يمكن إرضاء الناس فيه. ولكن فيما يتعلق بالدكتور الربيع، أنا أعرف، لا أعرفه شخصيا، أعرفه عن طريق ناس آخرين يعرفون أنه الرجل كان يعني يعمل بجد ورجل نزيه ورجل قادر، ولكن الكوادر التي موجودة في الوزارة، الإدارات القديمة في الوزارة، نمط عمل البيروقراطية في المملكة ككل، يعني أنت لو تشوف المسؤولين الكبار عندما يأتون إلى الوزارات يصطدمون دائما بعائقين، ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، لأنهم تقريبا هذه تجردهم من الصلاحيات الأساسية اللي تمكنهم من يعني إحداث تغيير جذري في الوزارات. عندما يأتي الوزير وتكون الوزارة بهيكلها الكامل ومدراءها قد تمرسوا في أمور المالية وديوان الخدمة المدنية، فالذي يضيع بينهم الوزير. أنا لا أتوقع، أنا آمل وكل إن شاء الله تعالى كلنا نأمل أنه معالي الوزير عادل الفقيه يحدث تغيير، ولكني أنا أشكك في ذلك ما لم تتغير الوزارة. أما فيما يتعلق بالكورونا فالقضية هي قضية مع منظمة الصحة العالمية، لأنهم كانوا يخشون أن يتحول المرض من أبيديميك اللي هو الانتشار داخل المملكة إلى بانديميك. بانديميك معناها أنه ينتشر، توسع، يتوسع إلى بلدان خارجية من خلال الحج. وإن شاء الله تعالى نقول أن المرض الآن تحت السيطرة. أستاذ سلطان، أنت تتفق مع الدكتور محمد في أنه يعني هذا التغيير الذي حدث بإزاحة مثلا الربيع أو تعيين عادل فقيه، ولو أنه حتى الآن تكليف، أنه لن يغير في الأمر شيء؟ يعني بداية أنا أعتقد مناقشة موضوع وزارة الصحة وتغيير الوزراء والعلاقة بمرض كورونا أعتقد لن يكفيها النقاش والوقت المحدد لهذا البرنامج. نعم. لأنه في تفصيل كثير. أوكي. ويعني أنا أتفق أولا أنه زي ما قال لك عبد الله أنه الدكتور عبد الله الربيعة كان ضحية لحملة إعلامية ظالمة غير حقيقية، وربما يتحمل هو جزء من المسؤولية أنه لم يتعامل مع الإعلام بالطريقة المناسبة التي تطمئن الرأي العام وتكسب الرأي العام في هذه القضية. قضية الكورونا مثلها مثل قضايا أخرى كثيرة، يعني أمراض وردت أو طرأت على الساحة، فبالتالي التعامل معها لابد أن يتم بطرق علمية، وهذا أنا أعتقد أنه تم في وزارة الصحة حقيقة، عملية التعامل معه والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وكل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي أنا أعتقد ينقص المعلومات الدقيقة. في مبالغة، في مبالغة أو في كثيرة تهويش. وفي تشويه وتهويش، نعم، في كلها تجتمع. نعم. لكن العمل يعني يجب أن لا يغمط الرجل حقه في أنه عمل أسس لعمل استراتيجي حقيقي سيغير من المنظومة الصحية في المملكة، وسيظهر هذا الأثر خلال السنوات القليلة القادمة. كل الكلام اللي كان يقال حول موضوع نقص الأسرة، حول نقص طول المواعيد بالنسبة للمستشفيات المتخصصة، كله تحت المعالجة بالعمل
العمل الذي تم من خلال استراتيجية الوزارة. أنا أعتقد هذا الكلام لم يعط حقه من النقاش ولم يعط حقه من الإظهار. قد تتحمل الوزارة وجهاز الوزارة جزء من هذه المسؤولية، أنا أعتقد هذا صحيح نعم. لكن الكورونا مسألة طارئة، أنا أعتقد حتى منظمة الصحة العالمية لو سئلت الآن تجد عندهم إجابات مبهمة غير واضحة حول طبيعة المرض، حول كيف يمكن محاصرته أو كيف يمكن القضاء عليه إذا كان ممكن القضاء عليه. ممتاز. أستاذة بسمة، أنت إيش تعليقك؟ هل يعني ما هو المطلوب في مثل هذه المشكلة، مشكلة الكورونا؟ عادل فقيه الآن أتى لحل أزمة وهو رجل إدارة الأزمات كما شهد عنه في وزارة العمل. لا شك أن التعتيم الإعلامي أو عدم الاهتمام بمشكلة كورونا من سنتين أول ما بدأت هي اللي سببت الكارثة لأن نحن فيها الآن، وأنا أطلق عليها كارثة لأنه هي دلالة على سوء أو إغراقنا في البيروقراطية خصوصا في منظماتنا الحكومية سواء وزارة الصحة وما على شاكلتها من الوزارات. عدد الوفيات أصبح 292، عدد المصابين 313. نجد بعض الجرائد أصبحت تضع ما يسمى عداد كورونا وكأننا في صدد حصد المزيد من الوفيات. المرحلة الآن خطرة ونحتاج إلى من يسيطر عليها بفكر وعقل جديد. المطلوب من الوزير الآن المكلف في هذه الفترة أن يثبت حكمة قرار خادم الحرمين الشريفين بتكوين ما نسميه إدارة ظل، إدارة تنفيذية ظل تنأى بقرارات وزارة الصحة عن البيروقراطية المقيتة التي ستعطل أي قرار سيكون في صالح إنقاذنا من مشكلة كورونا في الفترة الحالية. ونظل نسأل الله السلامة للبلاد والعباد في هذه الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد وإلى موضوعنا التالي. تحدث متعب بن عبد الله بلسان الجميع فقال إن تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع الإسكان بحجة البحث عن أراض غير مبرر، لكن في المقابل الوزارة تعتقد أن لها أسبابها وأنها لا تملك جميع الحلول لتجاوز المعوقات التي تنعكس سلبا على أدائها. في هذه الأثناء ينتظر المواطن أن يحظى بمسكن يليق به، وليس مطلوبا منه البحث عن أعذار لتأخر تلك المشاريع أو تقبلها أو على الأقل تفهمها، لا سيما أنها تتمدد من وقت لآخر. أستاذ سلطان، الحقيقة أنه الأمير متعب بن عبد الله قد يعني وضع إصبعه على الجرح. هل كثرة الانتقادات اللي قاعدة يعني تحدث تجاه وزارة الإسكان يمكن أن تكون أداة ضغط؟ يعني هو كان مثل أي أزمة نتوقع أنه أي وزير أنه يملك عصا سحرية ويجب أنه يحلها، بينما أحيانا في كثير من الأحيان العنصر الأساسي في المشكلة ليس في يد هذا الوزير المختص. يعني وزير الإسكان مثلا لا يملك أن يحل مشكلة غلاء الأراضي، غلاء الأراضي اللي غير مبرر أبدا في هذه البلاد. حيازات كبيرة من الأراضي البيضاء في وسط المدن ليس للوزارة أي سلطة عليها ولا أي وزارة أخرى، لأنها غير مستغلة، غير مخططة وغير مطورة وغير قابلة للتطوير، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي حتى في المناطق اللي خارج النطاق العمراني للمدن. صحيح. هذا يجعل أي وزارة الحكومة يعني اللي تملكه من الأراضي اللي قابل أن لتحويله لمشاريع الإسكان محدود. وبالتالي يعني عنصر إنشاء المسكن اللي هو عنصر الأرض الموقع هو الأعلى الآن، أكثر يمكن حتى من مواد البناء وأكثر من تكاليف العمل. يعني هذا أكيد أنه وارد يا أستاذ سلطان في ذهن الحكومة وهي تضع وزير الإسكان. أنا أعتقد أنه حتى وزير الإسكان تحدث بوضوح وشفافية عن هذا الموضوع أنه يجب حل مشكلة الأراضي أولا وتوفير أراضي للإسكان، لأن القضية اللي أشار له الأمير متعب هي قضية إدارة المشاريع.
إدارة المشاريع لا شك أنه يعني نعرف أنه كثير من الأحيان تفشل كثير من الجهات الحكومية في إدارة مشاريعها بالوقت المناسب، ولذلك تلجأ الدولة ويلجأ قائد البلاد مثلا لإعطاء المشاريع إلى جهات مثل أرامكو بسبب قدرتها على إدارة المشاريع بشكل إيجابي وتنفذ المشاريع بوقت قياسي وبجودة عالية. صحيح. وهذا ما تفتقره كثير من الجهات الحكومية. لكن وزارة الإسكان يعني وزارة حديثة، جهاز حديث أنشئ يعني كان ممكن تكوينه بشكل جيد، لكن أنا أعتقد أولا يجب حل مشكلة الأراضي البيضاء. طيب أستاذ بسمنتي إيش رأيك؟ هل يعني مع رغم هالضغوط الهائلة إلا أنه على وزارة الإسكان أن تجد حل لهذه المشكلة؟ نعم. سواء في ندرة الأراضي، في عدم وجود البنية التحتية وعدم تجهيزها للبناء، هذه مشكلتها، لكن يجب أن لا تعتذر وأن تحل مشكلة الإسكان. نعم. تصريح سمو الأمير متعب حقيقة من أقوى التصريحات لشخص في سدة الحكم يعني أو يتقلد منصبا، على نتائج المريرة التي حصلت من وزارة الإسكان. خلينا نتكلم عن 4 سنوات رصدت لها ميزانية كبيرة أكثر من 200 مليار ريال، إلى الآن النتائج تعتبر متواضعة في ظل طموحات خادم الحرمين الشريفين لهذه الوزارة. المطلوب يعني في الفترة القادمة أنه يتم فعلا حشد الجهود نحو إيجاد نتائج ملموسة للمواطنين. نعلم أنه الوضع صعب وأنه زي ما قالوا يعني لا يجد الحلول وأنه لا يملك جميع الحلول، لكن خلينا نتكلم بصراحة يعني إذا لا تجد الوزارات ولا الحكومة جميع الحلول، من سيجدها؟ يعني المواطن. صحيح. يعني دورها موجود لإيجاد هذه الحلول بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر. ففي الفترة القادمة المطلوب فعلا أنه بدل ما يكون معدل الإسكان للمواطن السعودي 40%، يا سيدي ترتفع النسبة 45-50-5، نجد نتائج ملموسة للمواطن بمشاريع فورية زي ما تفضل أستاذ سلطان، أنه سريعا نستطيع أن نرى جهات نافذة تستطيع أن تنفذ هذه الطموحات وهذه المشاريع، إذا إحنا يعني فقدنا الأمل أو يأسنا من نجاعة هذه الوزارات في أنها تحقق ما يأمل به المواطن في الفترة القادمة. المشكلة تتفاقم ويجب حلها جذريا في الفترة القادمة، سواء من القيادة أو من الإمكانيات التي يجب أن توفر لهذه الوزارة، لأنها مشكلة كقنبلة موقوتة. صحيح. ممكن. صحيح. أن تنفجر في أي وقت. صحيح. صحيح. دائما الوزارات الخدمات يا أستاذ عبد الله في مرمى السهام، يعني من ضمنها طبعا وزارة الإسكان، لكن هل حقيقة هناك مبالغة؟ هل هناك تجني على الوزارة وزارة الإسكان من الناس؟ لا. لا الحقيقة ما في تجني، لأنه ما في شيء على الأرض، يعني في أرقام مهولة، فيه مبالغ رصدت للوزارة من فترة طويلة نوعا نسبيا، وإلى الآن لم يتحقق شيء. لكن أنا أشوف المشكلة ما هي في مشكلة الوزارة نفسها، ما هي يعني ما هي في يد الحل، ما هو في يد الوزارة. وأيضا تصريح الأمير متعب، أنا ما أعتقد أن الأمير متعب قال هذا التصريح على محمل الجد، يعني لا أعتقد أنه كان يمزح الحقيقة. ليش؟ لأنه يعني لأنه مثلا الصحة جيدة في الحرس الوطني، في الحرس الوطني الصحة جيدة، التعليم جيد، التعليم العام وأيضا التعليم العالي، جامعة الملك سعود الملك سلمان العزيز الطبية الصحية، تعليم جيد جدا. صحيح. فإذا حنمسك وزارة الصحة أيضا للحرس الوطني، حنمسك وزارة التعليم العالي للحرس الوطني، حنمسك وزارة التربية والتعليم للحرس الوطني بهالمفهوم. فأنا أعتقد الأمير متعب ما كان يقصد الكلمة بالمفهوم اللي أخذت من بشكل إعلامي. هذه نقطة يعني. ولا يعني طيب عبد الله ما فهمت أنا، يعني إذا كنت تثني على كل هذه القطاعات في الحرس الوطني، هذا يدل على أن نجاحهم طبعاً في تحقيق التطلعات. طبعاً أنا أتكلم، وبالتالي عندهم مشكلة في وزارة الإسكان في إدارة الأزمة. لا أنا أقول لك، أنا أتكلم إدارياً. الزميل سلطان تكلم عن مسألة الإدارة. يعني الإسكان في الحرس الوطني نفذت الشركة الفرنسية اسمها دوميز مثلاً. فالأولى أننا نقول يا وزارة الإسكان مسك الأمور المشاريع الإسكانية لشركة دوميز الفرنسية، وفقط أنت اكتفي بالإدارة والتنسيق، هذا في الأمر. طيب. وزارة الحرس الوطني لم يعمل منسوب الحرس الوطني مثلا. طيب ليش ما وزارة الإسكان عمدت إلى مثل هذا؟ هو السؤال. هي يبدو الآن أنها غير قادرة، هذه واحد. من ناحية الأراضي البيضاء الموجودة بشكل احتكاري في محدود أو احتكاري في بعض المناطق. الشغلة المهمة الأخرى ثقافة السكن عندنا كسعوديين، الكل يريد فيلا
إيه؟ كلنا نريد فيلا. يجب أن يكون هناك حملة على مدى 10 سنوات بحيث نكتفي بشقة. أنا وعندي طفلين، أنا وعندي 3 أطفال، دائما نحن 5 أبناء لوالدنا مثلا، عندنا فيلا بعدين نتكاثر إلى 5 فلل. هذا أمر غير محمود أبدا. طيب أنت ساكن في شقة يا عبد الله؟ أنا ساكن الآن في شقة. إيه؟ بس أنا في فيلا. لا صدق. لا أنا ساكن الآن في شقة. إيه؟ أوكي؟ بس تبي فيلا. وأستطيع أن أبني فيلا. إيه؟ اللي يستطيع يبني، اللي مش اللي ما يستطيع لا يبني. هذه نقطة. النقطة الأخيرة، أتمنى أن تكون هناك وزارة تنسيق. وزارة التنسيق، وزارة علاقات عامة. ممتاز. بحيث أن تتعامل مع تتعامل مع الوزارات. وترتب امور الوزارات فيما بينها. ممتاز، خلينا نشوف وجهة نظر الدكتور. والله انا ما هو انا فرحت، حسبتك نسيتني صراحه. لا 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 لا، بس بنشوف احنا كيف ترى حلحله هذا الملف المعقد. حلحله الملف انا قد بيني وبين الدكتور العياف الامين العام قبل لقاء وكلام حول هالموضوع، وقال امين مدينه الرياض السابق، امين مدينه الرياض، قال انهم طرحوا دكتور عبد العزيز، طرحوا قبل 20 سنه تقريبا اي يعني برامج لاستصلاح المخططات للبناء. المشكلة هي ليست في قلة الأراضي، هي في قلة الصالح منها للبناء، وكان وتركت، ولكن نتيجة للبيروقراطية لم يستطيعون تنفيذ الحاجات هذه. عندهم برنامج كامل هم بما فيها رفع طابق رابع على الشوارع مقابل رسوم، الرسوم هذه توظف في استصلاح المخططات، ولكن المشروع هذا لم يرى النور فتفاقمت القضية. طبعا أنا في رأيي، وربما الأخوان يختلفون معي، بس أنا في الأراضي في الرياض ليست غالية بمقياس المدن التي تقارن فيها الرياض. خذ مثلا دبي، خذ مثلا قطر الدوحة، خذ مثلا عمان ولا القاهرة، أن أراضينا أرخص. ولكن الأراضي زاد سعرها بشكل طبيعي، ولكن لم يواكب ذلك ارتفاع في دخل المواطن. يعني الأراضي ترتفع والسلع الأخرى ترتفع ودخل ثابت. المواطن يراوح مكانه يعني. فأنا في رأيي هالمليارات اللي يعني تنفق، مئات المليارات هنا وهناك، لو وجهت إلى رفع دخل المواطنين في الحد الأدنى. طيب اللي ما يستطيعون البناء، هناك وجهة نظر لو يزيد الدخل أنه سيحدث ارتفاع أيضا في الارتفاع. إيه؟ الارتفاع، شوف الكلام اللي يعني في حاجة يسمونها المغالطة المنطقية الفلسي. إيه؟ اللي هي إيه؟ تبدو شيء منطقي ولكنه مو بمنطقي. إيه؟ معايير ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة لها اقتصاديا علميا. إيه؟ ارتباط بارتفاع الدخل، ولكن العكس، لأنه ارتفعت الأسعار بدون ارتفاع الدخل، تضاعفت والدخل ما زال. لو كان الدخل هو اللي يرفع الأسعار كان بقيت الأسعار كما هي. سلطان وش تبي تقول؟ أنا أعتقد أولا أن يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها الأراضي البيضاء الخام هي عرضة للمضاربة، والناس يحتفظون بالأراضي البيضاء لتكون سلعة لارتفاع، لأملا في ارتفاع سعرها. نسأل سؤال، ما الذي عطل المسألة الفرض رسوم على الأراضي البيضاء أو حتى فرض زكاة عليها؟ لماذا تعطل هذا المشروع عندما نوقش وطرح؟ لماذا لا يجبر أصحاب الأراضي البيضاء خصوصا اللي في وسط المدن على أما تطويرها أو استعادتها، لأنها أيضا هي منح من الدولة. أي نعم، منح من الدولة وعطلت. بس ما بتقولي شيء انت، كنت انه هي فعلا الاستثمار في الاراضي سواء كانت فيها بنيه، يعني زي ما تفضل الدكتور، هل فيها بنيه خدماتيه ما ترفع فيها الاسعار؟ لا، غير مطوره. لا هي ليست مطوره للبناء، لانه لو زاد هنا السوق عرض وطلب. نعم. لو زاد عرض المخططات اللي فيها خدمات انخفضت اسعار المخططات، ولكن احنا العكس، ولكن احنا محصورين بدون ما تكون يعني الناس مطورة. كلها تبني في نطاق ضيق، ما تبني في نطاق واسع. ما في اكثر من نطاق عندنا، لكن غير مطور. هنا التطوير وترتفع الاسعار مع ذلك بدون المفروض انك تطور المخططات هذه وتنزلها للسوق. هناك ينزل يعني السوق. لو احنا في هونغ كونغ محصورين بين منطقه محدوده، كم معقول يعني في منطق لارتفاع او باليابان؟ بس الاراضي المطوره عندك اقل من هونغ كونغ. المخططات هذه المشكلة. لا يفرض احد تطوير هذه الاراضي، هذه المشكله. طيب موضوعنا التالي. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وسيكون مبلغ التعويض 30 ريالا للسهم،
ويعد ذلك أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من 5 ريالات. وقدر مراقبون قيمة التعويضات التي سيتم منحها لمساهمي شركة الاتصالات المتكاملة بعد أن أوقف التداول على سهمها بسوق الأسهم السعودية في 6 شباط من عام 2013 بنحو 1,050,000,000 ريال تقريبا. أستاذ بسمة، إيش رأيك في الحقيقة أنه خبر أسعد ناس كثر ممن يعني كانت مساهمتهم في هذه الشركة المتعثرة معلق، لكن الحقيقة خادم الحرمين الشريفين تولى حل هذه المشكلة بصرف قيمة هذه المساهمة، وش تعليقي؟ طبعا يحمد لخادم الحرمين الشريفين تدخله الشخصي لحل هذا المأزق، والدور هنا علاجي لعلاج تعثر وضع هذه الشركة. في الفترات الماضية أيام ارتفاع سوق الأسهم وانخفاضه حصلت هذه الموجة، وخسر من خسر ومات من مات بسبب هذه الأزمة. الآن تكرر بس على مستوى صغير، كان في خداع للمستثمر في ناحية الأسهم ومردودها. المطلوب الآن أنه ليس يكون فقط الموقف علاجي قدر ما هو محاسبي، ويكون في مساءلة ما الذي حصل، وما نطلق عليهم حيتان السوق أو الهوامير. يجب أن يحاسبوا على ما تم من خداع أو تدليس للمواطن أو للمساهم في هذه الشركة، ونعتبر ذلك يعني دورا أساسي في الفترة القادمة، أنه أي شركة الآن يعني تثبت تعثرها في الفترة القادمة لابد من وجود من يحاسب ويسائل على هذا، أكثر ما يكون الموقف علاجي فقط ل صحيح زي ما نقولوا. صحيح أستاذ عبد الله، ليش إحنا بالفعل ما نتخذ أو نضع أسباب للوقاية قبل أن تقع زي ما يقولوا الفأس في الرأس؟ يعني كثير من مثلا المساهمات المتعثرة موجودة طبعا في الأراضي، مثلا بدأت وزارة التجارة في الآونة الأخيرة الحقيقة أنها يعني تحل بعضها وتجمع الرؤوس وتحاول التوفيق في هذا الإشكال. نفس الوضع بالنسبة لكثير من الشركات اللي في سوق الأسهم. بالنسبة لسوق الأسهم، احنا لم يكن سوق الأسهم سوقا صحيا يعني خلال السنوات الماضية، يعني كانوا الناس يشترون على 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 معايير مختلفة عما يحدث في العالم ككل. المتكاملة مثلا على سبيل المثال، نعم، كان فيها مشاكل قبل الإيقاف أي. بـ 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 على بالنسبة للحصول على تراخيص معينة من هيئة الاتصالات أم من جهات حكومية أخرى، كان في مشاكل، وكان المواطنين يعلمون بمثل هذه المشاكل، وكان في ضجة إعلامية حول هذا الأمر، وما ذلك كانوا يشترون يعني ما كان في أي. طيب من اللي يجب أن يحمي المواطن من نفسه؟ المواطن، هيئة سوق المال، أول شيء فهم. نحن إلى الآن لم يعني نحتاج يمكن 10 سنوات علشان يفهموا كيف يتعاملوا في سوق المال. هذه نقطة. المسألة الأخرى المهمة جدا، هيئة سوق المال أين هي من هذا الموضوع؟ نحن نحمد مثل ما تفضلت الزميلة تدخل الملك، لكن أيضا نريد تشريعات داخل سوق المال. يعني في أمر ملكي صدر قبل في شهر مايو سنة 2013 بإيقاف التعامل بالمتكاملة، صحيح، وأن تحل قضيتها خلال 6 أشهر. لم تحل القضية خلال 6 أشهر، طبعا ذهبت الديوان المظالم، مع أن الأمر كان سامي وكان صريح. أي. كان فيه فترة 6 أشهر لم تحل المسألة هذه خلال 6 أشهر، ولم يقدم المتلاعبين للقضاء. لم نسمع الآن عن المتلاعبين في هذه القضية. أين الذي حصل على التصريح بشكل غير جيد، بشكل غير قانوني؟ من هو الذي حصل على التصريح بشكل قانوني؟ ولماذا فعلت ودخلت إلى التداول من غير الحصول على بعض التصريح اللازمة؟ هنا في مشكلة أيضا صحيح. جنائية وقانونية. لم أحد يتكلم عن المثل. الكل يحمد في تدخل الملك. الملك هو أب الشعب، ما فيها شك. صحيح. لكن أيضا نريد أن نعرف ماذا سيحل بالمتلاعبين بهيئة سوق المال، ونريد أيضا إصلاح هيئة سوق المال. صحيح دكتور، حتى لا تتكرر المشكلة في شركة أخرى، وأيضا يبدأ يعني كثير من المواطنين مثلا من التشكي والتذمر والاتكال على مثلا خادم الحرمين وهو يعني ولي أمر الحقيقة الشعب، لكنه في النهاية أيضا يجب مثل ما قلت في البداية الوقاية. أنا أثني على كلام الأخت بسمة، أنه يشكر الموقف جيد صراحة من الحكومة أنها عوضت المساكين هؤلاء، لأنه القضية هنا هي ليست قضية شراء في الأسهم وخسارة في الأسهم. هم شروا أسهم خدعوا فيها لأنه ما فيه ضمانات. هي المشكلة كانت بالنسبة للشركة هذه مشكلة الضمانات المقدمة مقابل الطرح الأول،
اللي هي الاي بي اوز. احنا عندنا مشكله كبيره في السوق السعودي حقنا، احنا السعودي حقنا الاسهم، بصرف النظر عن جهل المتعاملين، لانه الاسواق حقت الاسهم تقوم على عاملين، الطمع والخوف. اي ويحذرون الناس كلهم انك ما تدخل ب بكل يعني تدخل بدخلك الاساسي، لازم تدخل بالاشياء اللي ما تحتاجها. ولكن بالنسبه للطروح الاوليه عندنا مشكله كبيره فيها في السوق السعودي. أي. بمعنى تثمين البونصز اللي هي الزيادات حقت الاسهم، تحديد كم قيمه العادله للسهم، ما زلنا نعاني منها. بيعت اسهم كثيره على مواطنين باسعار في الطرح الاولي باسعار عاليه جدا، ثم تلاشت الى عشر سعرها اللي طرحت. صحيح. فيه صحيح. فكانت هذه مناسبه للتجار واصحاب الشركات لما يسمى بالتخارج، اللي هو بيع شركاتهم. القوائم المالية التي تقدم للشركة في آخر ربعين أو آخر سنتين تكون مضخمة نوعا ما في ناحية الأرباح، ولا تعكس واقع حقيقي للشركات، تطرح بعلاوات إصدار كبيرة جدا، ثم عندما يشتريها المساهمون تبدأ تظهر النتائج الحقيقية للشركات وتبدأ تتقلص قيمتها السوقية. صحيح. فإحنا نحتاج إلى رقابة من هيئة سوق المال على عملية الطروح الأولية وطرح الأسهم في الطرح الأولي بأقل من قيمته المتوقعة، حتى يعني حتى يضطر التاجر اللي يطرحه أنه يحافظ على السهم حتى يرفعه، مو بيكون يرفع يطرحه بسعر عالي ثم يبيعه حتى يتخارج منه. واضح. طيب لا يخشى أستاذ سلطان أنه يعني أن يكون هذا مثلا تدخل يعني الملكي السامي نواه أيضا أن يكون هناك مشاكل أخرى، وبالتالي يتم التطلع لحل المشكلة من؟ لا، أنا أعتقد بالعكس، أنا أعتقد أنه تدخل الملك بالأمر السامي هذا هو استباق لما كان يمكن أن يحدث في أسواق أخرى، في حالة أنه المساهمين رفعوا قضية على الحكومة لأنهم يعتبرون أن الترخيص لمثل هذه الشركة قبل استكمال أدواتها أنها تكون في ظلم لهم. صحيح. فبالتالي تكون الحكومة مسؤولة عن تعويضهم. الآن المساهمين لم يرفعوا هذه القضية، جاء الحل من خادم الحرمين الشريفين مباشرة. الإشكالية الشركة طبعا الجميع يعرف أنها كانت بين الترخيص لها بين جهتين تشريعيتين، هيئة سوق المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. عملية الحصول على التراخيص للنطاقات التي حجبتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لأسبابها، والسماح لها بالتداول قبل الحصول على هذه التراخيص من هيئة سوق المال. هذا الخلل بين الهيئتين هو الذي أحدث الأزمة. صحيح. الآن وزارة المالية بالمناسبة هي دخلت بالنيابة عن المساهمين الذين تم تعويضهم. صحيح. فبالتالي الشركة لا تزال قائمة، قد تعاود نشاطها. إلا صحيح. قد تعاود نشاطها وقد تعاود تحصل على التراخيص، لأن وزارة المالية دخلت كطرف الآن بالنيابة عن المساهمين الذين تم تعويضهم. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد، وإلى موضوعنا التالي. المشهد الخليجي مرتبك، فهناك من يهدد وهناك من يهدئ. وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد آل خليفة يقول إن عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة مرتبط بتطبيق هذه الأخيرة لبنود اتفاق الرياض. من جانبه وزير الخارجية القطري خالد العطية يقول إن بلاده لم تقدم تنازلات، بينما علمنا أن الكويت وعمان وقعا على ما يشبه التعهد لضمان تطبيق الدوحة بنود الاتفاق. حقيقة أن الوضع يعني في الخليج يثير كثير من الحزن على ما يحدث، يعني من حالة من شيء من التنافر أو التناقض، والواقع في كوني مواطن يعني خليجي أتطلع لأن تكون لقطر خطوة ومبادرة جيدة للعودة إلى حضن الخليج الدافئ. تعليقك يا دكتور، من تصدق؟ لماذا هذه الحيرة؟
والله أنا أعتقد أن الخلافات هذه تظل خلافات بين أخوة وبين أحبة وبين دول تربطها علاقات تاريخية وحتى في التاريخ الحديث قوية جدا. ولا أعتقد أن المسألة مسألة يعني رضوخ أو تنازلات ولا كذا. هناك بعض الخلافات نتمنى أن تحل بأسلوب يرضي جميع الأطراف، ونتمنى أن نحن الآن في الخليج العربي أحوج ما نكون إلى التماسك، أحوج لأنه لدينا تهديدات في كل من كل الاتجاهات. واضح أستاذ سلطان، يعني برأيك ما هي الأولويات لتعزيز العلاقات يعني الخليجية الخليجية؟ يعني أعتقد يجب أنه تحل القضية بوضوح تام، يعني لا تنتهي المسألة عند زي ما يقول إخواننا بالشام بتبويس الشوارب وتطيب الخواطر وتنتهي الأمور، لأن القضية قضية متعلقة بالأمن، أمن المنطقة وأمن الشعوب وأمن الدول. يعني اللي مطروح الآن حول العلاقة القطرية، علاقة قطر ببعض الجهات التي أغضبت دول مجلس التعاون، هي علاقة يعني مسألة أشبه بالحالة السوريالية، لأنه غير مقبول وغير مفهوم أن تكون هذه العلاقة مع جهات قد تكون ضد أصلا استقرار حتى قطر نفسها. واضح واضح. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد، ولازلنا نستوفي موضوع الخلاف الخليجي. وأسألك أستاذ عبد الله، يعني ألا تشعر أن قطر وهي دولة شقيقة يعني تمارس دورا ينازع وضعها الجغرافي أو حجمها؟ والله لا أشعر. أنا بعلق على مسألة الاتفاق الحقيقة ثم أعود إلى مسألة قطر. يعني سؤالك على الاتفاق لي وللزملاء أنا يشبه تماما لما تسألني تقول كيف الاستثمار في قرية كواكي في المكسيك. ما عندي خبر، ما أدري. يعني ما حد يدري عن الاتفاق اللي صار في الرياض، لا الاتفاق الأول ولا الاتفاق الثاني. ومطلوب دائما من الناس أنهم يعلقون على الاتفاق ويقولون رأيهم فيه. يعني أنا أعتقد اتفاق الدول الفيتو زائد واحد مع إيران كان واضح، 1-2-3-4. اتفاق الخليجيين فيما بينهم كأنهم جماعة معينة قاعدين يتصالحون فيما بعد، والشعب ما لهم علاقة. واضح واضح. أستاذ بس ما إيش تعليقي؟ أجد أنه طبعا تلخيصا لكلام الأساتذة أنه في الفترة القادمة المفترض لكل خليجي أنه لا يخوض في موضوع الخلاف، لا نطلق عليه خلاف بل نطلق عليه المصالح الخليجية من باب تهدئة النفوس. من باب تهدئة النفوس في قاعدة ذهبية يجب أن نرتكز عليها. أولا، نحن شعب خليجي واحد، كنا وسنظل بإذن الله شعب خليجي واحد. ثانيا، لدينا كل الثقة في قادة دول الخليج العربي في رأب الصدع الذي حصل وفي إعادة الكلمة الواحدة لدول الخليج بالكامل. أولا، نحن ليس لدينا أي معلومات دقيقة عما حصل كما ذكر الأستاذ عبد الله، وبالتالي الخوض في هذا الأمر يزيد الطين بلة زي ما يقولوا. صحيح. في الفترة القادمة بين يعني الهدوء والتهديد كما ذكرتم في التقرير يظل يعتبره لغوا وسيضر ولا ينفع. واضح واضح. وردنا أيضا بيان من وزارة الشؤون الاجتماعية ترد أو توضح ما حدث من تعليق في الأسبوع الماضي على بياناتها، نستمع إلى التعليق. إيضاحا للحقيقة وكشفا لللبس، يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تبث هذا البيان الإعلامي حيال ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المختلفة وما صاحب هذه الجزئية من تهويل وتضخيم ومبالغات. فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد للجميع حرصها على تطبيق مهامها ومسؤولياتها طبقا للأنظمة واللوائح المرعية والمعتمدة لدى الدولة، ومنها نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر بمرسوم ملكي مشتملا على 17 مادة، حيث حددت المادة الأولى مقاصد العبارات والمصطلحات ومعانيها المحددة في النظام لتتوالى تباعا مواد النظام مثل ما هو معلوم لدى المهتمين وما هو متاح للجميع عبر موقع الوزارة. وترجو وزارة الشؤون الاجتماعية من الجميع توخي المعلومة الصحيحة وعدم الانسياق خلف الإشاعات والتهويلات التي تتحول في إحدى أشكالها إلى التندر والاستخفاف غير اللائق بأنظمة وقوانين تم وضعها وإقرارها لحفظ حقوق الناس ومعاقبة الجناة والمجرمين.
بقي لي أن في ختام الحلقة أن أشكر الأساتذة سلطان البازعي والأستاذ عبد الله ناصر عتيبي والدكتور محمد العبد اللطيف والأستاذة بسمة سيوفي، وشكر موصول إليكم، نلتقيكم الأسبوع القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.